تستعد الصين في الساعات الأولى من يوم الاثنين لإطلاق أول مسبار قمري صيني، وهو ما يعد حدثا فريدا بالنسبة لطموحات البلاد لغزو الفضاء. وقال التلفزيون المحلي إن الصاروخ سينطلق من مركز تشيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية حاملا المسبار تشانغ إي 3 الذي سيوصل بدوره العربة يويتو إلى سطح القمر. وتعني كلمة يويتو بالصينية الأرنب الصيني اليشمي في إشارة إلى أحد الأساطير الصينية. سيلو هو كبيرة المهندسين بمركز تشيتشانغ. يمكننا الحصول على معلومات عن ظروف عمل العربة. ثانيا يمكننا أيضا تلقي بيانات مصورة ستزودنا بمعلومات عن البيئة المحيطة عبر صور ملتقطة، وسنستخدم هذه المعلومات للتحكم في مهمة ووظيفة العربة. ومن المقرر أن يصل المسبار إلى سطح القمر في منتصف ديسمبر الجاري إذا سارت الأمور وفقا لما هو مخطط له. ويدرس العلماء في الصين إمكانية إرسال رواد فضاء إلى القمر بعد عام 2020 في ظل توجهات الدولة إلى أن تصبح قوة فضائية عظمى. كانت الصين قد نجحت في يونيو 2013 في إتمام رحلة فضائية بسلام بعد أن أمضى 3 رواد فضاء بينهم امرأة 15 يوما في الفضاء قاموا فيها بالهبوط بمختبر فضائي تجريبي يعد بالغ الأهمية لسعي بكين نحو بناء محطة فضائية بحلول عام 2020. محمد الجبالي، رويترز.